السلام عليكم. الإعلام التونسي النزيه، الإعلام التونسي المنصف، الإعلام التونسي اللي عمره ما ظلم لاعب من اللاعبين الدوليين، وخاصة نحكيه على اللاعبين المتكونين في أوروبا. من بارح اليوم ركز على ثلاثة ملاعبية، ركز على أيمن دحمان، الياس سعد، وحنا بعل المجبري. فيما يخص أيمن دحمان شخصيا 10 أيام التالي ذبحته كرويا بطبيعة نحكي، وقلت إنه اللاعب هذا أو الحارس هذا ما عادش عنده مكان في قائمة المنتخب التونسي بعد المستوى الهزيل اللي قدمه مع فريقه في الدوري السعودي. لكن ما ننساوش إنه أيمن دحمان قدم كأس عالم أقل ما نجم نقولوا عليها محترمة. ما ننساوش أنه أيمن دحمان من بين الحراس المتواضعين في البطولة التونسية، حتى لو هو متواضع يقعد أفضل منهم. في الزوز مقابلات الأخيرة شخصية أيمن دحمان أثرت على مستواه مع فريقه الحزم، تقريبا زوز مقابلات كلين شيت ما قبلش فيهم أهداف. المقابلة الفارطة ما قبلش، المقابلة الحالية فريقه منتصر هدفين لصفر تقريبا لدقيقة 70-75، مانيش عارف نهاية المقابلة ياندرا دحمان قبل ولا. لكن بعد ما في الزوز مقابلات هدومة دحمان ما قبلش فيهم، دحمان رجع المستوى، وخاصة نحكيه على دوري سعودي. لو يقعد في المستوى هذا مما لا شك فيه عنده مكانه في قائمة المنتخب التونسي، ولو يرجع مستواه نحبه ولا نكره يرجع الحارس الأول للمنتخب التونسي أقبل بشير بن سعيد وأقبل معز حسن في كأس إفريقيا القادمة. فيما يخص أمان الله مميش، ما عدناشك المدرب اللي الشخصية متاعه تخوله باش ينحي حارس مرمى مثلا بشير بن سعيد ومعز حسن، ولا معز حسن ويحط مكانه أمان الله مميش، بما أنه مستواه في البطولة التونسية الفترة الحالية نحبه ولا نكره أفضل منهم. ما عدناش المدرب اللي الشخصية متاعه كما قلنا تخوله باش ينحي حارس مرمى من الحراس المتواجدين في المنتخب التونسي ويقدم الدعوة الأمان الله مميش. لذا لو أيمن دحمان المستوى متاعه بعد زوز مقابلات المحترمين اللي قدمهم واللي ما قبلش فيهم أهداف يرجع ويقبل الأهداف وما عادش مستوى يخوله باش يكون مثلا متواجد في التشكيلة الأساسية، عادي جدا تتقدم الدعوة الأمن الله مميش ويتنحى أيمن دحمان من القائمة. لكن لو يقعد على المستوى هذا أمان الله مميش صعيب برشا باش نلقاوه في كأس إفريقيا. لذا الكلام على أمان الله بعد بطبيعة كأس إفريقيا، لأنه حارس مرمى وعد حارس مرمى عنده ما يقول في روحه. لكن نرجعوا للعربي جابر، عربي جابر اللي جمع التالي ولا 10 أيام لو كان حكى الكلام اللي حكاها اليوم والله مسموع عادي جدا. لكن بعد ما يرجع أيمن دحمان تتكلم الكلام هذا هو نقطة استفهام كبيرة، دليل انك قاعد تتاكي في أيمن دحمان لعل وعسى يتنحى باش تتقدم الدعوة الأمان الله مميش. خلينا ساعة نسمعوا مع بعضنا العربي جابر وبعد نرجعوا عاد ما نحكيه. توفقني الرأي تقول أنه ولا دون أنه جلال القادري ينتظر في بعض ذاك وقت لعب طونجو لأيمن دحمان باش يرجع تيقته في روحه يكون الحارس الأول في كأس إفريقيا. والله الحقيقة شوف، ما كان من احتراماتي أيمن دحمان اللي معنا أنا عاملاه والسنة فارضة كنت من أكثر معنا العباد اللي دفعت عليه باش يكون هو الحارس الأول. توا حاليا قاعد يتعدى بساجة بيد وبريود خايبة، راهو مش بالسهل أنك تحط روحك في بلاصتو وتقبل يعني كمل هائل تاع الأهداف هذيك. بصراحة يعني أنا في بلاصة جليل معنا ما نكونش حاطط أيمن دحمان كخيار أول معنا على رأس التشكيلة الأساسية. الحقيقة توا معنا كان باش تحكي معنا شكون لي غارديان بيرفورمون توا في الشامبيونا، فما بشير فما مميش فما معز حسن، هذوما معنا اللي قاعدين توا معنا عاطين معنا ستابيليتي على مستوى التشكيلة. دحمان يقعد ديما حارس ممتاز بيان سور معنا باب المنتخب يقعد ديما مفتوح، لكن في البريود هذيا أنا شخصيا معنا لو كان جيت معنا مدرب منتخب نعفيه من الكلام هذايا معنا أيمن دحمان. حي جملة سأل أنت شوف راهو شي الجمله اللي تعدى به أيمن دحمان توا صعيب حتى هو على مستوى الشخصي. لو كان شوف لو كان كما قلت كنت تحكي معنا يستنى زوز ثلاثه مباريات باش يبدا به معنا في مخ جلال انه يخلي دحمان يلعب معنا ثلاثه اربع مباريات ويسترجع مكانه. أيمن دحمان قاعد يلعب لكن المستوى ما ثماش، متفقين في الكلام هذا. المستوى كيكون رديء اللاعب ما عادش عنده مثلا مكان، لو كان أساسي ما عادش عنده مكان في التشكيلة الأساسية،
وينزل انه يكون متواجد فقط في القائمه، اللاعب اللي كان فقط موجود في القائمه نتاع المنتخب وينزل مثلا الشوط الثاني نزل مستواه مع فريقه عادي انه يخرج جمله من القائمه. متفقين في الكره هذه هي الكره ايش تقول. لكن يا عربي جابر عندك ياسين مرياح عامين كاملين يا معلم، ملي نعرف ياسين مرياح في المنتخب ديما فشل ديما مستواه رديء، يعديلك مقابلة اثنين محترمين وبعد يعديلك زوز مقابلات ثلاثة مقابلات تنسيك حتى لو كان معدي مية مقابلة خارقة للعادة. عمرك ما حكيت عليه، عمرك ما حكيت عليه وقلت والله مثلا ما يسحقش باش يكون متواجد في القائمة، ما حكيتش. لكن أيمن دحمان اللي بعد ما بدأ يرجع وليت تحكي عليه، خويا راجع حساباتك، راو هذا يعتبر إعلام العار، إعلام المصالح اللي بطبيعة يضر بالمنتخب التونسي. ننتقلوا حاليا الحنبة على المجبري بعد ما في المقابلة الثانية ما كانش على دكة احتياط أو ما كانش في قائمة مانشستر يونايتد في البريمير ليج، ونعرفوا بعض الأخبار تقول أنه حنبة إلى حد الآن رفض باش يجدد عقده بموسم كما ينص عليها العقد، وهذاك علاش للمقابلة على الثانية على التوالي ما كانش متواجد على دكة احتياط مانشستر يونايتد بالرغم الغيابات البارزة في وسط ميدان المانيو. نسمعوا في ايه فهم شنو يحكيوا على حنبة على المجبري، كل عادة عادنا ما نحكيه مع الكلوب ومع المدرب، لكن ما ننساوش الفيكيو انه حنبة كان موجود بريسك في العامين الاخرانيين في المقابلات الكل بخلاف استاج الاخراني. أنا نتصور حنا بعد باش يكون موجود في كأس أفريقيا، باش يكون موجود في الجروب، نتصور كأس أفريقيا هذه باش تكون بينيفيك لي هو زادة باش يلقى كلوب آخر يلعب فيه. دونك معناه وضعيته مع المنتخب ما نتصورهاش تتمس بوضعيته مع النادي، صحيح أنه مش قاعد يلعب لكن أنا فما أمور أخرى فيما يخص المنتخب. لا مش عارف ونحكي كورة الأمور أخرى حكينا عليها، لكن قلت لك أبريتو راهو يلعب في مانشستر يونايتد، راهو يترينا في مانشستر يونايتد، يعني يترينا في ريتم عالي برشا، يترينا مع جوارات انترناسيونو، فهمت؟ ما عندوش برشا يعني شهر شهرين نتصور متأثرش. انت حكينا المرة فاتت على عطال بالمادي عايت له ولعبه وبش يكون موجود في كاس افريقيا وبش يلعب في كاس افريقيا. مش كيف كيف محب، مش كيف كيف سامح، مش كيف كيف. لا يوسف العسل لاعب يلعب ديما، وين يلعب؟ كان يلعب في لوجي سي نيس، كان عنده شهرين يلعب حتى ماتش، سبع ماتشات عقوبه من فريقه، لكن ملاعب ديما يلعب. حنا بعد مش ملاعب ديما يلعب، وحنا بعد ملاعب مازال في بدايه مسيرته والاخر ملاعب كونفيرمي نفس الوضعيه. لا ماهوش نفس الوضعيه، انا مرشح المنتخب في المنتخب عنده عامين يلعب وموجود في الجروب ويلعب اساسي ولا يدخل. انا راكي كيف ما سمعنا أمين جلنزا قال لك نفس الوضع، مش نفس الوضعية، يوسف عطال مش قاعد يلعب، وحنا باع المجبري مش قاعد يلعب، ويوسف عطال سبعة مقابلات مش موجود، حنا باع فقط زوز مقابلات مش موجود، قال لك مش نفس الوضعية على خاطره الاخر لاعب أساسي وحنا باع مش لاعب أساسي. حنا بعد في الخمسة ولا ستة مقابلات الأخيرة راه قاعد يشارك مع فريق في قيمة مانشستر يونايتد. تقول أنت في بداية المسيرة متاعو هذه حاجة بلوس الحنا بعد، إنه في بداية المسيرة متاعو قاعد يقرع في الكبار. نورمالمون في البداية المسيرة متاعو يقرع في الكبار ندزو معاه باش نحط، مش نحطو له العصا في العجلة. شنو هو الفرق بين ملاعب ما يلعبش على خاطره معاقب وملاعب ما يلعبش على خاطر ما صفاش الوضعية متاعو مع مانشستر يونايتد، ولا مش قاعد يشارك في بعض الدقائق على خاطر ما صفاش الوضعية متاعو مع مانشستر يونايتد؟ راهو اللاعب اللي ما يلعبش مهما كان مستواه ما يلعبش راهو المستوى متاعو باش ينزل. انت تجيب لي ليونيل ميسي، تجيب لي كريستيانو رونالدو ويتضرب لي جامون كروازي ويقعد 6 شهور ما يلعبش يرجع بنفس المستوى، هو احسن ملاعبي في العالم. راهي الكومبيتيسيون هي اللي تخلي الملاعبي حاضر، مهما كانت الوضعية اللي خلت اللاعب ما يلعبش المستوى متاعو باش ينزل. لذا نفس وضعية يوسف عطال هي نفس وضعية حنا باعلى المجبري. الناخب الوطني المنتخب الجزائري جمال بلماضي قدم له الدعوة على خطر يعرف الإمكانيات متاعو، نفس الشيء جلال القادري يلزم يقدم الدعوة الحنا باعلى المجبري لأنه نحب ولا نكره مستقبل المنتخب التونسي. ونختموا بالياس سعد ونسمعوا مع بعضنا أسامة السلامي شنو حكيه على اللاعب وكيف كيف إعلامي آخر ما نسميش الاسم نتاعو، ونسمعوا مع بعضنا
بعد نعلق نحكي على الامور الفنيه. هذا هو اسامه. كاليتي تكنيك موجوده صحيح. توا سي ماما خاطر شوف كره القدم العصريه تحب ولا تكره دي جوار دي كولوار هذوما مهمين على الاخر. ولذلك اذا باش نحكيو كوره الطفل الملاعب بعد اذا باش نحكيو امور اخرى اللي هو بعد رفض المنتخب على طرح الملاوي ولا طرح شكون على كوريا واليابان شاور الاسيوي اسوناج ان با الدروا بشوف في العمر هذاك ان با الدروا بشوف هو تغشش خاطر ما يطولوش كوريا اليابان يتغشش هما كان تغشوا عليه جمعيته راهو سكت اما معنا نحن يتغشش وينفعل مالوغوزمون خاطر يمكن خاطر اول حاجه جمعيته امورهم يتكرفوا مع بيتا على خاطرهم بروفيسيونيل مش كيف اللي عندنا احنا المشاور الاولويتي للمنتخب توقع يعني كي تقول الكلمه هذيك انا بور مو انا بيدي انا حسب رايي ما ينجمش يكون في المنتخب تو يمكن بعد زاد بعد عام اثنين ثلاثه لكن تو حاليا يعني كنت انت يا توناج اوكي ملعبي اوكي تلعب في بطوله محترمه جدا لكن كي تقول راهو لا ما نجيش راهي ما يسهل المنتخب حيدر. نستناو اذا كان معناها باش يصير التفكير براغماتي انا بلاعبي يستحق ونجيبه وما يهمنيش في مشاكل وفي مواقف ولا تاخذ موقف منه ما نعرفش قفلت هذاك لكن نحكي هو الكلور هذا راه معبي في الكيماسيونال معناتها مساكني سليتي فما معناتها برشا ملاعبين فما بسام اسرار معناتها برشا فهمت أو صحيح هذا اللي حشي به هذا مربط الفرس قال له المركز هذاك معبي في المنتخب التونسي فيه يوسف المساكني تكلم وسام السلامي قالوا فيه بسام السرارفي الاخر قال لك فيه نعيم سليتي وين هو الياس الحشوري وين سيف الله بالطيف نورمالمون زوز ملعبيه هذوما تسميهم قبل ثلاثه ملعبيه اللي سميتوهم ذا الياس سعد الى حد الان سجل تقريبا 5 أهداف وثلاثه تمريرات بين البطوله والكاس فريقه يلعب متواجد في المرتبه الاولى ويلعب على الصعود يعني نحكيه على لاعب كان في درجة رابعة وانتقل مباشرة لدرجة ثانية يعني تجاوز ولا الفحج الدرجة الثالثة من الأول ما تأقلمش كيف ما يلزم لكن بسرعة وصل المستوى متاعه اللي يخوله باش يكون أساسي مع فريق يلعب على صعود في البطولة الألمانية يعني الموسم القادم لو فريقه سان باولي اصعد للدرجة الأولى البوندسليغا أكيد ممكن ملول باش يكون صعيب على الياس سعد لكن باش يتأقلم معها وباش يضمن بحول الله مكانه في التشكيلة الأساسية لذا اللاعب ظلمتوه اللاعب هنتلتوه اللاعب ما عملتولوش قيمة وقت اللي يتكلم وقال كلمة نزلتوا عليه الناس الكل شنو هو المطلوب حاليا المطلوب انه نقدموا له الدعوة لكأس افريقيا الياس سعد عندنا كأس افريقيا المنتخب التونسي مستحق الخدمات متاعك نجم تجي ولا كان قال والله برا ربي معاك من الاخر زاده مهما كان مستواه برا ربي معاك جمله واحده ما دام المنتخب التونسي استحقك في كاس افريقيا وما ادراك وفضلت انك تقعد مع فريقك على المنتخب التونسي احنا بينا ما عادش حشنا بيك لو كان قدمنا له دعوه وقال مرحبا يلزمنا نعطيوه الحق نتاعو الحق نتاعو انه يلعب خوي ما ثماش كلام انت ما دامك ظلمت وعيط له في زوز تربصات ولا في تربص وما لعبتوش ضد فريق مجهول ومن بعد تجي تقولها وقالوها وما قالش هذه التصرفات اللي نعاود نقولها مره اخرى ترجع بالسلب على المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري ما تبقى كبش يقول لكم تحيه تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام.